وهذا السؤال السابع عشر من ليبيا. يقول السائل أو يسأل: كيف تكون رقية البيت الذي فيه سحر؟ تقرأ سورة البقرة وما تيسر من القرآن في جوانب البيت، وعلى أهل البيت أن يتحصنوا بذا بأذكار الصباح والمساء. وأنصح بكتاب نافع إن شاء الله في هذا الباب، وهو صحيح الكلم الطيب للألباني، وأصله لشيخ الإسلام بن تيمية، لكن الإمام الألباني محدث هذا العصر بلا منازع نقوله: وإن رغمت أنوف استخرج، يعني جرد الصحيح وترك ما تبين له ضعفه. نعم.